السلام عليكم ورحمة الله. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني إن اجتماع صف الليبيين أمر واجب عليهم، مضيفا أن الفرقة هي سبب كل المآسي التي تحدث في البلاد. مفتي الديار في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح حذر كل من يحمل السلاح ويظلم الناس، مؤكدا أن الظلم عواقبه وخيمة. وأضاف الشيخ الصادق أن الحكومة التي نصبها المجتمع الدولي لم تقدر على حماية الليبيين والدفاع عنهم. هذا واستنكرت دار الإفتاء الليبية أشد الاستنكار الزج بأسماء العلماء والدعاة فيما سمي بقائمة الإرهاب لإغراء أعداء الأمة على كل من لا يرضى من العلماء بظلم الحكام. جاء ذلك في بيان للدار الأربعاء، حيث شددت على استنكارها للتشويه والتشهير بأفاضل الأمة من الدعاة والعلماء والمؤسسات الخيرية ضمن من وصفوا زورا بالإرهاب. ودعت الدار المؤسسات الحقوقية في العالم الإسلامي إلى رفع دعاوى لدى المحاكم المختصة في كل دولة نيابة عن الأمة لملاحقة المسؤولين عن إصدار ما سمي بقوائم الإرهاب. أعلن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أن مهمته في ليبيا قد شارفت على الانتهاء. كوبلر في تغريدة له على حسابه بتويتر عقب زيارته للعاصمة طرابلس قال إن هذه الزيارة تعد إحدى زياراته الأخيرة ضمن مهامه في ليبيا. تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر كان قد تولى منصبه في عام 2015 عقب إقالة المبعوث السابق برناردينو ليون. شنت طائرات أجنبية موالية لمجرم الحرب حفتر عدة غارات جوية على منطقة وسط البلاد شمال مدينة بنغازي. وحسب مصدر من شورى الثوار فإن القصف خلف أضرارا كبيرة في المباني السكنية والأملاك العامة، فيما لم يتسنى معرفة الأضرار البشرية الناجمة عن القصف. وأكد مصدر إعلامي أن الطائرات المساندة لحفتر تنتهج سياسة الأرض المحروقة بقصف المباني دون تحديد الأهداف العسكرية، وأن ثوار المدينة يواصلون سيطرتهم على كافة مواقعهم بالمنطقة. مشاهدينا انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.